قبل 20 دقيقة من الآن صفارات الإنذار عادت ودوت بعد تقريبا نصف ساعة لم يكن فيها إطلاق للرشاقات الصاروخية، بالتالي كان هناك هدوء حذر لتقريبا نصف ساعة، ولكن قبل 20 دقيقة من الآن كانت صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة مارجليوت في الجليل الأعلى، ومنذ ساعات الصباح أكثر من 150 صاروخ أطلقوا من الجنوب اللبناني نحو المستوطنات بمناطق مختلفة سواء في الجليل الأعلى أعلى أو حتى الأسفل أو الجليل الغربي، رشقات صاروخية على أماكن متفرقة وكبيرة. جزء من هذه الصواريخ بالفعل استطاعت أن تخترق الأجواء الإسرائيلية ويعني تصل إلى أهدافها وتسقط على بعض من المستوطنات وحتى بالقرب من المواقع العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي. الجيش تحدث عن سقوط في مستوطنة كارميئيل بشكل مباشر على مبنى، أدى بنهاية المطاف إلى أضرار في 12 شقة في هذا المبنى، ولكن الإسرائيليين توجهوا إلى الملجأ بهذا المبنى وبالتالي لم يكن هناك إصابات، ولكن في مواقع أخرى كان هناك 4 إصابات لإسرائيليين، تم نقلهم طبعا إلى المستشفيات القريبة من المنطقة. أيضا الجيش الإسرائيلي في بيان قبل قليل، قبل ساعة تقريبا، كان قد خرج في بيان وتحدث عن مقتل 4 من الجنود الإسرائيليين في اشتباكات في الجنوب اللبناني بالأمس، اليوم فقط تم الإعلان عنهم. أيضا 15 من الجنود الإسرائيليين أيضا هم في حالة خطرة، 7 منهم في حالة خطرة والإصابات الأخرى هي بين متوسطة وطفيفة، وبالتالي الجيش بالرغم من تكتمه عن الإصابات والأضرار إنما خرج في بيان يتحدث عن مقتل 4 جنود بالأمس بهذه الاشتباكات، وأيضا اليوم شوهد نقل جنود على ما يبدو إسرائيليين لأن مروحيات عسكرية كانت تحلق بالقرب من مستشفى رمبم في حيفا. بطبيعة الحال هذه المروحيات العسكرية تقوم بنقل عدد من الجنود الإسرائيليين المصابين من المناطق في جنوب لبنان، هذا يدل بأن اليوم أيضا كان هناك إصابات، ولكن لم يخرج أي بيانات من الجيش الإسرائيلي للحديث عن الأعداد الحقيقية.